السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن الاكل الصحي للاطفال. هقول لك على افكار كتير وانواع كتير من الاكل تقدري تديه للطفل على مدار اليوم، هيفرق معاه في صحته، هيفرق معاه في شهيته، وغالبا هيبقى طعمها كويس، الطفل هياكلها ومش هيضايق فيها. تابع معايا الفيديو هتعرفي فيه معلومات كتير كويسه. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتشتركوا لنا في القناه وتعملوا لنا فولو للصفحه، ولو احتجت اي حاجه سيبيها في التعليقات تحت. الامهات كلها عارفه ان في حاجه اسمها اكل صحي واكل غير صحي. الاكل الصحي اللي هو الاكل بتاع ربنا، الاكل اللي ربنا عامله، الحاجات دي بتبقى مفيده جدا للاطفال. الاكل غير الصحي الحاجات الحلويات والعصاير والحاجات اللي فيها مواد حافظه والحاجات اللي من بره البيت. مشكله الحاجات اللي من بره البيت دي الطفل بيحبها، وبتلاقي الطفل على طول عايز ياكلها. تيجي الام تعمل له حاجات في البيت ما بيرضاش ياكلها، او ما بيبقاش عندها افكار للاصناف اللي تقدر تقدمها للطفل. هنتكلم النهارده عن شويه افكار كده عن الاكل الصحي تقدري تقدميه للطفل. هقول لك تقدميه للطفل ازاي، واقول لك على شويه حاجات غالبا طفلك ان شاء الله هيحبها. فكره الاكل الصحي ده بيفرق معانا في ايه؟ اول حاجه بيفتح شهيه الطفل. الاكل اللي بتاع ربنا، الاكل الصحي، الاكل السليم، بيبقى فيه سكر طبيعي بيخلي شهيه الطفل احسن كتير. الحلويات والعصاير والحاجات المصنعه بتخلي شهيه الطفل مش احسن كتير. تاني حاجه بيدي الطاقه والنشاط للطفل، تلاقي الطفل كده حيويته عاليه، نشاطه كويس. الاكل التاني تلاقي الطفل على طول كسلان، ينام باستمرار، تيجي تصحيه ما يرضاش يصحى. الاكل بتاع ربنا والاكل الصحي بيفرق بنسبه كبيره في تحسين مناعه الطفل. الطفل اللي بياكل اكل سليم بيبدا تبقى مناعته كويسه، ما يقعدش يتعب عمال على بطال. على النقيض الاطفال التانيه تلاقيهم على طول تعبانين وبيتعبوا كتير. كمان الاكل الصحي بيضمن للطفل نمو سليم وعادات صحيه سليمه. الطفل من وهو لسه صغير كده بيبدا يتعود ان هو ياكل كويس غير الحاجات التانيه. هقول لك بقى على شويه افكار في الاكل تقدري تعمليها مع الطفل هتحسن شهيته بنسبه كبيره. اول حاجه هنعمله سندوتشات، بس السندوتشات دي هتبقى مبتكره شويه. هنجيب العيش البلدي ونجيب الافوكادو ونهرسه كويس، ونجيب البيض نعمله شرايح وتعملوا له سندوتشات. هنجيب التوست البني تدهنيه بزبده فول سوداني، وممكن نحط عليها نقطتين من عسل النحل. هجيبي برضو العيش بتاع التورتيلا وممكن نحط فيه فراخ او فواكه. تاني حاجه هنقدمها للطفل السلطات بقى الملونه كتير. خشي في السلطات والالوان كتير. الالوان من الحاجات اللي بتفتح نفس الطفل بنسبه كبيره. اول نوع من السلطه ممكن ندي سلطه فواكه، تدي له بقى تفاح وموز وعنب، ولو في برتقان تمام ممكن نحط عليها شويه من عسل النحل. تاني حاجه سلطه الخضار الملونه، تحطي بقى فلفل الوان وتحطي جزر وطماطم، وممكن نحط معاها جبنه مثلا، جبنه قريش او جبنه بيضاء ملح خفيف. تالت حاجه سلطه خضار وفواكه، وممكن نحط معاها قطعه كده من الفراخ او اللحمه او الحاجات دي. الحاجات دي هتخلي شهيه الطفل متحسنه، والطفل هيبدا ياكل معاكي كويس. يبقى اول حاجه السندوتشات، تاني حاجه ايه؟ السلطات الملونه. تالت حاجه بقى هنتكلم عليها العصاير. العصاير دي تعمليها له في البيت عصاير فريش، احسن بنسبه كبيره من العصاير اللي من بره. العصاير الفريش دي هتفتح نفس الطفل وهتبقى حاجه كويسه، وهتحسن وزن الطفل لو ضعيف شويه. العصاير دي ممكن تعملي له مثلا جزر وتفاح وبنجر، ممكن تعملي له مثلا جزر وتفاح وبرتقال، ممكن تعملي له مثلا عصير ليمون بالنعناع، وممكن نحط عليها معلقه عسل او تقطعي له شرايح خيار معاها. العصاير دي هتفتح نفس الطفل بنسبه كبيره، وهتبقى القيمه الغذائيه اللي فيها عاليه جدا. رابع حاجه بقى هندي وجبات خفيفه وسناكس على مدار اليوم. يعني مثلا طول ما قاعد تدي له فاكهه وخضار مفيش مشكله، ممكن نجيب له زبادي يوناني تحط عليه فاكهه ومكسرات تمام. ممكن نحط له مثلا جبنه قريش كده وعليها زيت زيتون حلو. ممكن تعملي له بيض مقلي او مسلوق. الحاجات دي كسناك وجبات صغيره الطفل مش هيجيله احساس الشبع، وهتفرق معاه كتير في الشهيه بتاعته. خامس حاجة هقول لك عليها الوجبات الدافية. الوجبات الدافية دي زي ايه؟ تعملي له شوربة خضار وتحطي مثلا معاها فراخ أو لحمة، تعملي له مثلا مكرونة بصلصة حمراء وتحطي عليها قطع فراخ، أو ترشي عليها مثلا شوية خضار أو فلفل ألوان. الحاجات دي هتفتح نفس الطفل بنسبة كبيرة. ممكن برضه تعملي له رز بني ويكون معاها خضروات مشوية وشوية فراخ. الحاجات دي هتفرق مع الطفل بنسبة كبيرة، وهتخلي برضه شهيته كويسة. تيجي واحدة تقول لي يا دكتور أنا بعمل الكلام ده كله وفي الآخر الولد ما بيرضاش ياكله، أنا اللي باكل كل دوت وزني عمال يزيد كل شويه، اعمل ايه؟ شويه نصائح كده صغيره تخلي الطفل ياكل معاكي. اهم حاجه خلي الطفل يشاركك وانت بتحضري الاكل. وانت بتعملي الاكل خليه يحط لك مثلا، قولي له حط شويه ملح، طب حط قطع القطعه دي تحطها على الطبق. خليه يشاركك في الاكل، هيبدا الطفل يبقى علاقته بالاكل احسن شويه. تاني حاجه لما تيجي تحطي له الكميه اساليه، احط لك اكتر، اشيل معلقه، ازود شويه، اقلل شويه. لما بيشارك معاكي في الموضوع ده بيبقى برضه ملتزم. خلي الاكل شكله حلو، حطيه في اطباق ملونه، اعملوا له اشكال كده شكلها حلو. الحاجات الحلوه دي بتفتح نفس الطفل بنسبه كبيره.
رابع حاجة وأهم حاجة الصبر، خلي بالك طويل، حاولي مع الطفل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، الطفل والتكرار معاه هيبدأ يتعود. خلي بالك طويل، وبعدين مش يبقى بالك طويل مثلا دقيقتين أول ما الواد ما يرضاش تقومي ماسكاه عجناه، ما ينفعش. مهم جدا 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 إن الطفل عشان ياكل كويس يبقى بالك طويل، وما تعملوش سايكل تروما، بلاش خناق على الأكل. معظم الأمهات اللي بتيجي تشتكي إن الطفل ما بيرضاش ياكل معاها تقول لي يا دكتور أنا ما بياكلش غير بالضرب. يا جماعه الضرب والخناق على الاكل بيعمل الطفل حاجه اسمها سايكيك تروما، بيشوف الاكل بيحس انه هيتبهدل دلوقتي، يبدا يهرب منه وما يحبهوش. بلاش خناق على الاكل، وحاول ان الطفل يشرب ميه كتير، كتر الميه من الحاجات اللي بتفتح نفس الطفل. لو طفل كبير لعبيه رياضه، الرياضه من الحاجات اللي بتفتح نفس الطفل. اعملي مع طفلك الحاجات ديت هيبدا ياكل معاكي كويس، هتبدا ان شاء الله صحته تبقى احسن كتير. جربي معاه وقولي لي في الوصف تحت او قولي لي في التعليقات تحت عملت ايه مع طفلك واستجاب ولا لا. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا لنا في القناة وتعملوا لنا فولو للصفحة، ولو احتجت اي حاجة سيبيها في التعليقات تحت. شكرا.